يا الجزائريين، شفتوا هذاك الناجي الوحيد؟ منع يعني من المصير تاعو على يد البحرية الجزائرية، لكن قدر الله ما شاء فعل، منع منا من البحر والأمواج وجاب معه الجاتسكي بيده ويعوم بيد. لكن اليوم وصلنا خبر أنه غرق. تقولوا لي خويا شرف الدين كيفاش غرق وكذا وكذا؟ ايه غرق السيد، بصح السؤال اللي على بالي الأغلبية راهم يسقسيو فيه، وين غرق؟ كون نقول لكم وين غرق تحيروا. وهذه الحاجة تصرى غير في مملكة الضحك، في مملكة الضحك والتبرتيش، هذا ما كان. بصحتكم يا المراركة، راح تدخلوا الموسوعة كينيس للأرقام القياسية كأول بلد غرق الشعب تاعها في وسط مطار. حرتوه يا جزائريين، ما تحيروش والله، كيما نقول لكم في وسط مطار. انعميه. المهم قبل كلش ما تنساوش كامل تهبطوا لتحت وتخليوا لايك للفيديو، خلي لايك خويا الجزائري، هذو البراتيش يحبوا نحرشوا بيهم وراح نكملوا نحرشوا بيهم، ما قدروا ليش مساكن فوش راهم يديروا يسينياليو، هذا ما كان. فكامل ادعموا اخوكم شرف الدين باللايك، وفي التعليقات افتخروا دائما بالجزائرية تاعكم. ايا نبداو الفيديو، وكيما راكم تشوفوا هذه الصورة تاع الفايح الخانز اللي ما يسواش، شوفوا كيفاش كان يشيت لدولة البرتوش، لكن جاتوا الصدمة كبيرة بالبزاف. في المروك مدايرين مشروع يربط افريقيا باوروبا، تينال تحت البحر. الله يبارك، سمعتوا يا الجزائريين، دوك تشوفوا التينال تحت البحر اللي تكلم عليه هذا الخائن. مشروع عملاق. اي شد روحك مليح. عيب الله كتحيد الصفاف ديالها، ايوا دخلنا غير العومان دابا. طيب المسكينة هذه عمرها ما كاينة في التاريخ. يا لطيف. نحيدوا دابا الصفاط باش نمشيو نتبعوا باش نخرجوا. شفتوا المطار تاع بنغلاديش وما صراتلوش هذه الكارثه؟ مطار بنغلاديش، بنغلاديش هي اسوأ دوله في العالم، في العالم بنغلاديش خير منهم، والله ما تصرى لها الكارثه هذه. حيدي صفاتك. يا لطيف. لا انا خلوها بدور خاليه. تينال تحت البحر. هذا هو مطار احنا نوجدوا الالعاب ديال كاس العالم. ان شاء الله بربي تديو كاس العالم، تديو كاس افريقيا، تديو كلش انتوما. يا الجزائريين نقول لكم حاجه من هذا المنبر، انه اذا داو كاس افريقيا اعرفوا باللي داوها ماشي لانه يستاهلوها، داوها لانه طبعوا مع بنو صهيون والاتحاد الافريقي او يجازأ فيهم برك، هذا ما كان. لانه اذا تكلمنا على البنيه التحتيه انتوما اصفار مصفره، وهي الحقيقه قدامكم. عمليه مرحبا، مرحبا بالجاليه القاطنه بالخارج، مرحبا بكم. احسن ترحيب، رحبتوا بهم احسن ترحيب. تصوروا انه السيد كان في كاش بلد اوروبي كيما هكذا، وزاد ركب في طائره، الله الله، جام كستم، وكان يستنى غير يوصل هذيك الزريبه، لكن يتفاجأ بواحد الحاجه انه لقى بحر. نعم الزريبه تحولت الى بحر. وين؟ في المطار تاعها. عيب عيب. وهذه الكارثة إلى اليوم وما زالت، فهمتوا؟ إلى اليوم ما زال ديمارات في 2 سبتمبر، اليوم رانا في 4 سبتمبر ما زالوا غارقين. والله أنا حرت في هذو البراتيش كيفاش راهم يقدسوا في بلادهم وما يحشموش، يقول لك احنا خير منكم يا الجزائريين، فواش خير منا فواش؟ راه مطار وجدة ها، بلاصة الباقيات. وكذا وكذا وكذا، وصلتوا للزيرو، هاي وصلتوني انتم. سجل يا تاريخ، مملكة البراتيش تدخل إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية كأول بلد تغرق الشعب تاعها في وسط المطار، لكن
تحت صياحات عاش الملك، عاش ميمي ستة، يبوسولو رجليه، يبوسولو يديه، رغم انه مغرقهم مذلهم لكن يبوسولو يديه ورجليه. شفتوا الوفاء، هذو الناس اوفى من الكلاب. نعميه. Vive le Maroc hein. والله les frères, on vient d'arriver à Oujda. Et زعما يبلو à mort dehors. Regardez il y a quoi. Là on est à l'aéroport là. نعم الشيطان. على بالي كاين بعض الناس دوك يجوني في التعليقات يقولوا لي راهي كارثه جويه وصبت عندهم الامطار كذا وكذا. يا ولدي افهم افهم حاجه، هذه المنشات الحساسه تاع الدوله ما تخدمش هكذا كبرك، يعني تخدم عن طريق مهندسين يقراو كل الاحتمالات تاعهم في جميع النواحي وفي جميع الاحوال. تسمى الغلطه وين هنا؟ الغلطه من عند المهندس البرتوشي، الغلطه من عند ميمي ستة اللي سرقهم، سرق لهم نص دراهم المشروع ودلهم المشروع بنص دراهم، لكن هما لا يقول لك عاش الملك وصافي ويعسوا الجزائر، لانه يعسوا فقط واش راهو صاري مع الجزائر، لكن حياتهم الشخصيه ما يعسوهاش. دوك نعطيو لهم حياتهم الشخصيه بشكل اتش دي باش يشوفوها مليح مليح. ناجي الوحيد دوك يجيب الجيت سكي تاعو ويدور هنايا حتى يغرق. يا اخي بلاد، يا اخي زريبه ماشي بلاد. هذاك سكلول عندك عندك روح 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 عمر عمر الموت. مساكن اللي كانوا عايشين في ليترونجي جاو عندهم تشوكاو تشوكاو، يعني جاو لقاو الدنيا مقلبه، لقاو روحهم غرقانين في وسط مطار. لو كان جات في وسط حاجه اخرى معليش، لكن في وسط مطار يا جدك، لو كان جات في وسط سطاد ولا في وسط كاش حاجه اخرى والله معليش عادي ونقول لكم نورمال تصرى، لكن في وسط مطار. هذا هو المطار تاعكم اللي راح تستقبلوا به الناس في كاس افريقيا وفي كاس العالم اللي راكم حابين زعما تنظموها؟ يا ولدي روح 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 ترقد يا وليدي، مازلتوا صغار مازلتوا صغار بالبزاف، واذا مدوا لكم كاس افريقيا احنا الجزائريين عدنا ما نضحكوا من الاخر، عدنا ما نضحكوا عليكم يا البراتيش. المهم نقولها ونعاودها، تحيا بلادي دائما وابدا. قبل ما تخرجوا من الفيديو كامل اهبطوا لتحت وخليوا اللايكات تاعكم، راكم على بالكم علاش السينيال راهو هبلنا، ونتلاقاو في فيديوهات قادمه. السلام عليكم.